والله يا ولدي الحمد لله، الزمن ما تغير، الناس تغيرت، الزمن ما تغير، الناس تغيرت، بس احنا الحمد لله بيتنا بيت الوالد مفتوح الحمد لله، لازلنا يسمونا لبيت العود، أطباخ الهريس رمضان، أطبخ الصالونة، أسوي القنفر وأسوي الشب لهم، كل حاجة للحين أسوي الخضرة، كل حاجة أسويها لهم. لا أنا عيالنا عيال أخوي، إحنا خمس بنات وولد، ما عندنا إلا ولد واحد، وإحنا خمس بنات الحمد لله، اللي تزوج تزوج، واللي تمينا لازلنا في بيت الوالد، خيرنا بصح نعمتنا، الله ينعم علينا وعلى إن شاء الله ديارنا ديار المسلمين الحمد لله، خير عندنا ويونا عيالنا هما وعيالهم كل يوم تفطرون عندنا، حط لهم الفطور تفطرون للساعة 10-11 بعدين كلهم يسلم ويروح بيته، والمسحريين بس من صارت الكورونا، والقرقعون يصير عندنا نشتري القرقعون ويونا المغرب اليهال يقرقعون الخير، لا يونا بعد يقرقعون في الحالة، احنا حالة مماهر لازلنا ما تغيرنا. اي احنا بعد بنقول لك يعني مو بكل بيوت، لكن البيت اللي خبرون انه ما يعطونهم ايونهم، احنا فرجنا الحمد لله بيت زويد بيت لازلنا يعني احنا انا كل يوم اسوي الحمد لله الخير واطلعه في ثواب الاهل في ثواب الوالد، جيراننا ما تغيرنا، يبون لنا ونودي لهم ما تغيرنا الحمد لله، بيت الكواري بيت زويد كلهم فريجنا الحمد لله، زويد بيتين واللي أقدر عليه أودي له، يعني إحنا ما تغيرنا، رمضان عندنا الحمد لله ما تغير، لازلنا خيرنا بنعمتنا الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، وانت بخير يا أيوبة.